سؤال الميك اب عند هذا البعد مش اول مره كنت بعيد كانت شفتي كيف محلول هذا البعد قالوا باش ندير قدام ولا كانت مشكله كانت تقول بس هي مو هذا ولا ولا هذا اليوم عندي تشوفوا يعني هذا شو المعاناه اللي تحكي اول ما تصدم العرس بعيد انا تخيلوا معايا لما زدت خمس كنا في الدور باش تجيب كل يوم ندير انا عندها زوجها عندها مبيدات بالاضافه انها كاريه دابا مول الكاب اللي خرجوا لانها ما خلصتش شهرين ديال الكاب وبغيت نخرجها وهذا الشيء بالاضافه انها ساكنة عنده دابا 12 عام وهي كاريه دابا بغيت نخرجها بالزقه وهي ما عندهاش في تكشي يعني بالتفاصيل ما عرفوهاش عندها هي بالضبط اللي غتحاول تعاود لينا القصه ديالتها من الاول حتى الاخر اشنو واقع في الطريق عليها وهي شنو واقع ويعرفوا